بالشوط الثاني عشر شوط الفئات الثانية على ميدان الأحلام. بسم الله ما شاء الله. هو مجهول آخر إنجازات هذا الحصان حققها في ميدان المطار عندما توج بالمرتبة الأولى بشوط الفئات الثانية. ينطلق من اللد إلى ميدان الأحلام لينافس خيول الفئة الثانية مرة أخرى. يليه الجنرال أوت أوف ماجنوم. جنرال أوت أوف ماجنوم حقق الكثير والكثير من الإنجازات في ميادين السباق. اليوم يقود ابن الصحراء سلمان الأعسم. ينطلق من اسطبلات غازي حماد أبو محمود من عكا بانتظار دخول الأبطال علي الدين وكحيلان الفانتوم وزير الموبين. لنستكمل عدد المشاركين بالشوط الثاني عشر. شوف يجمع الجنرال أوتوف ماجنوم بطل أبطال ميدان الشهيد ياسر عرفات في شوط الفئة الثانية العام الماضي وعلي الدين بطل أبطال ميدان قناة الجليل لعام 2016 والمجهول صاحب عدة إنجازات. هذا الحصان انطلق هذا الموسم ليحقق أكبر الإنجازات في ميادين السباق. وزير المبين وزير المبين هذا الحصان الذي افترس العجل العام الماضي على ميدان قناة الجليل يعود اليوم من جديد لينافس عمالقة الدرجة الثانية. وزير المبين ابن المبين ولون بن جولان الكبير وهو نائب بطل هذا الميدان العام الماضي بفئة الأمهار مواليد عام 2014. الملك والمدرب محمد مصطفى حجيرات سيفوز الخيال حماد حجيرات. أبو عبد الله كعبي أسرع شوي حبيبنا مع علي الدين. المبين نائب بطل هذا الميدان بأمهار مواليد عام 2014 وعلي الدين بطل أبطال ميدان قناة الجليل وبطل أبطال ميدان المذبح في فئة الأمهار. والمجهول صاحب عدة إنجازات هذا الموسم في ميدان اللد وفي ميدان قناة الجليل وفي ميدان المطار وفي ميدان الأحلام. أول المنطلقين بعملية الإحماء في الشوط الثاني عشر مجهول ابن آدم الأسود والأمنا الملك والمدرب عمر شعبان وعلى صهوته الخيال أياس أبو جبل. أولى المنطلقين بعملية الإحماء نحو جهاز الانطلاق. ابن الصحراء سلمان الأعسم على صهوة الجنرال أوتوف ماجنوم ابن الفحل ماجنوم شيل الملك محمد حجيرات أبو الوديع المدرب غازي حماد وعلى صهوته الخيال سلمان الأعسم. شو ابو امير حسبنا الكرومبي بس بدون حموم طلع مجهول كمان. الملك ابو جعفر المدرب ضياء الماز سيقود الخيال احمد ابو جبل. ملاك ومدربين خيول الشوط الثالث عشر تفضل. كان تقدم من اضاءة
أفراد ميدان الأحلام ومن عند أشخاص داعمين لميدان الأحلام ولجميع ميادين السباق في الوسط العربي. جيدة جدا عمليا وأنا مش هنكذب أيضا. يعني المستمر المسيري طبعا طبعا مستمر حتى ثلاثة بطولات على ميدان الأحلام في كفر مندا وعلى ميدان خان الجليل في كفر جنة وعلى ميدان المطار في طمرة ثلاثة بطولات حققت أحلامها على ميدان الأحلام مجهول برفقة الند العنيد أياس أبو جبل علي العين برفقة الفارس الخلوق أحمد أبو جبل الجنرال أوت أوف ماجنوم برفقة المهندس سلمان الأعسم وزير الموبين برفقة الخيال المخضرم حماد حجرات الشوط الثاني عشر يجمع بأربعة أطفال من أنحاء البلاد تتنافس على صوارف هذا الشوط. أما الشوط الثالث عشر شوط العمالقة الصغار شوط يجمع بموقعه النهائي وزير المبين مع حماد حجرات لحظات وثواني معدودات لإطلاق خيول الشوط الثاني عشر شوط الفئة الثانية وزير المبين جنرال أوتوف ماجنوم علي الدين ومجهول الأربعة داخل جهاز الانطلاق. بالفعل انطلقت خيول الشوط الثاني عشر على بركة الله تعالى بكومة واحدة وكما كان متوقع زير المبين والجنرال أوت أوف ماجنوم بدخول ثنائي مع علي الدين. زير المبين والجنرال أوت أوف ماجنوم وعلي الدين ومجهول الآن يلتصق بالخيول بالمراحل الأولى من هذا السباق بصراع رباعي بالمراحل الأولى من هذا السباق صراع ما بين الجنرال أوت أوف ماجنوم وزير المبين. مجهول يحاول اقتناص الصدارة وعلي الدين مع أحمد أبو جبل. الصراع ما بين حماد حجرات وسلمان الأعسم بصراع قرابة المنعطف الأول. زير المبين الآن بصدارة الخيول جنرال أوت أوف ماجنوم بالمرتبة الثانية. أياس أبو جبل على صهوات مجهول يتقدم نحو المرتبة الثانية قرابة المنعطف الثاني. تقبل الخيول نحو المراحل النهائية والخط المستقيم والمراحل الحاسمة من هذا الشوط. زير المبين ومجهول وجنرال أوت أوف ماجنوم. زير المبين ومجهول وعلي الدين وجنرال أوت أوف ماجنوم. زير المبين ومجهول مجهول بصدارة هذا الشوط. مجهول مع أياس أبو جبل ينتزع الصدارة في الرمق الأخير. زير المبين بالمرتبة الثانية وعلي الدين بالمرتبة الثالثة بصراع رباعي منذ الرمق الأول حتى الرمق الأخير من صدارة هذا الشوط. مجهول يقتنص الصدارة في الرمق الأخير برفقة الند العنيد أياس أبو جبل وزير المبين بالمرتبة الثانية مع حماد حجرات وعلي الدين بالمرتبة الثالثة مع أحمد أبو جبل في شوط مثير بصراع منذ الرمق الأول حتى الرمق الأخير رغم الانطلاقة المتأخرة لمجهول إلى أنه أبى إلا أن يصل خط النهاية أولا. مبروك لعمر شعبان مبروك ألف 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 مبروك لفرسان اللد أجمعين. مجهول يقتنص الصدارة من جديد على ميدان الأحلام فليتفضلوا أصحاب المراتب الثلاثة الأولى إلى منصة التتويج. إذن في صدارة الخيول بصدارة الشوط الثاني عشر بشوط الفئة الثانية مجهول ابن الفحل ادم الاسود والامنا مبروك للمالك والمدرب عمر شعبان برفقة الخيال اياس ابو جبل مبروك الف الف مبروك. مبروك لفرسان اللد اجمعين مبروك العم رياض مبروك يا ادم العفي من هنا من على ميدان الاحلام مبروك لمدرسه الفرسان سالم العفي ابو ادم. اذا حل ثانيا بالشوط الثاني عشر زير المبين والاباء بصراع حتى الرمق الاخير رفقه الخيال المخضرم محمد الجراد ابو الامير مبروك محمد مصطفى حجرات مبروك حماد حجرات مبروك رامي الهجامي وجميع طاقم هذا البطل زير المبين
على فكرة على رجاء العجلان يزوج صاحب المرتبة الثالثة في هذا الشوط دير الموبين. مبروك ألف مبروك محمد مصطفى هجرات، مبروك يا حماد هجرات أبو الأمير، مبروك ألف ألف مبروك. أما صاحب المرتبة الثالثة والذي لا يقل شأنا ولا أهمية كانت المرتبة الثالثة من نصيب علي الدين ابن علي زاكر والأم بشاير، مبروك يا أبو جعفر، مبروك ضياء أمار، مبروك مبروك علي الدين حل ثالثا برفقة الخيال أحمد أبو جبل بعد صراع حتى ضمت الأخير إلى أنه يكتفي بالمرتبة الثالثة هذا اليوم. مبروك علي الدين، مبروك ألف ألف مبروك الفائزين، وحقق أفضل الذين لم يفوزوا. مبروك الفائزين وحظا اوفر للذين لم يفوزوا. تكتمل الإفارة شيئا فشيئا على ميدان الأحلام مع مغيب الشمس الى ان عمالقة الخيول العربية الاصيلة تشعل ميدان الأحلام من جديد.